في وجه التسويات غير العادلة هذه المرة على صوت الشارع، صوت خرج ليقول إن شرعنة الإنقلاب والمساواة بين الجلاد والضحية أمر مرفوض ولن يفضي إلى سلام. خرجنا في هذا اليوم تأييدا لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ونقول لا لحكم الميليشيات العسكرية. والله خرجنا اليوم علشان القرار الأممي المتحدة 22/16 وعلشان الإنقلابيين ونأجل المقاومة ونرفع معنوية المقاومة. في هذه المدينة ذاتها التي فجرت ثورة 11 من فبراير وسبقت الجميع إلى مقاومة الإنقلاب على الدولة خرج المتظاهرون. اليمن ليست غابة، والمبعوث الأممي متهم بالانحياز للإنقلابيين يقول هؤلاء. يوم محافظة تعز تحتشد بكل مكوناتها السياسية والشعبية والشبابية رفضا لمبادرة ولد الشيخ التي لا تلبي طموحات الشعب اليمني ولا تطلعاته. كثيرة هي الشعارات التي حملها المتظاهرون، وأهمها لا لشرعنة الإنقلاب ولن نكون شهداء المقاومة، وكثيرة أيضا هي القوى المشاركة في التظاهرة. عدن أيضا هتفت بشدة وخرجت إلى شوارع منددة بخارطة الطريق الأممية التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. قالت إن أي سلام محمول على أجنحة التسويات المنقوصة وغير العادلة غير مقبول، وأن من صنع الإنقلاب واجتاح المدن وأوغل في تدمير عدن لا مكان له في مستقبلها، ولن يتسامح الضحايا مع القتلة وصانعي الخراب. كذلك خرجت مأرب وحضرموت وهتف الجميع لموقف الشرعية الرافض لأي حلول سياسية على حساب فكرة الدولة وتضحيات اليمنيين في ميادين المقاومة. في هذه الساحات ثمة من يتحفظ على أداء الشرعية وثمة من يؤيد، لكن الجميع مجمعون على أنها القاسم المشترك والإطار الجامع الذي يمكن التعويل عليه في رفض أي تسويات منقوصة أو تحمل بذور حرب.